يال مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو اخبار جديد، معاكم اياد. قبل فترة لاحظ جمهور هيلا تي في انها مختفية من على السوشيال ميديا بشكل جدا غامض، هذا اللي خلاهم قلقين وكتير خايفين من هذا الاختفاء. وسبق واختفت هيلا لمدة 4 سنوات وعادت مؤخرا قبل اشهر قليلة، فشو ممكن يكون السبب بنظركم اللي يخلي هيلا تختفي كل هالمدة؟ شارك فريد مجموعة من الستوريهات على انستغرام ذكر فيها انه متواجد حاليا داخل المستشفى بسبب مرض عم بيعاني منه منذ فترة، ولكن ما كشف لحد الان شو نوع المرض، واختفى من بعدها من على انستغرام ومن على يوتيوب. فدعواتكم لاخونا فريد بالشفاء العاجل. اما عبد الله من سعودي ريبورترز فشارك ايضا ستوري قبل دخوله لغرفة العمليات وللمرة الثانية، فخضع قبل فترة قصيرة لعمليته الاولى بسبب مرض ما كشف عنه، فدعواتكم ايضا لاخونا عبد الله. اما اسامة مروة فهو متواجد حاليا بدبي ورح يستقر هناك للعمل على تحسين محتواه على يوتيوب، ومن المرتقب انه رح يشارك فيديو اختيار شقته الجديدة بدبي بعد ايام. فهذه كانت المفاجأة اللي اعلن عنها من بعد ما انقطع عن التنزيل لعدة ايام، ولكن طلعت عدة اشاعات زعم فيها البعض انه رح يخطب او يتزوج. فتواصلت مع اسامة وسألته هل هذه الاشاعات صحيحة، وجوابه كان الخبر خالي من الصحة. فشو رأيكم انتو؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. تم امبارحة اختراق واخفاء حسابات كل من انور مار وقمر مار على انستغرام، من بعد ما تم اخفاء حساب يارا مار ايضا قبل ايام. فطلع نور مار من خلال ستوريهات انستغرام وكشف انه في شخص عم بيحاربهم بهذه الطريقة. فبعد ما شارك هالستوريهات بساعة طلعت يارا مار بستوري كشفت فيه انها استرجعت حسابها على انستغرام، وانه حسابها ما كان متهكر بل كان مأخوذ من طرف اعضاء الفريق، او بالاحرى من نور مار. وصدمت ايضا المتابعين انها قررت ترك الفريق نهائيا، واعلنت عن بداية جديدة من خلال هالصورة اللي اظهرت خلفها اجنحة كأنها عم بتلمح للحرية. فشو رأيكم انتو؟ تداول عدد كبير من الناس بالأيام اللي فاتت صورة لنارين بيوتي ومو فلوغز وإخوانها البنات سيدرا وشيرين بمطعم بدبي. فهون تأكد الجمهور أنه ما عاد في خلاف بين نارين ومو. فهل برأيكم ممكن نرجع نشوفهم مع بعض في فيديوهات مثل قبل؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات عشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وكمان تتابعوني على صفحتي على انستغرام. كان معاكم إياد، أديوس.